معك علام، إذن تفاصيل أكثر حول تصريحات الرئيس أردوغان حول العلاقات التركية المصرية. نعم يارا، هذا هو أول تعقيب رسمي تركي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومن عموم الجهات الرسمية التركية الرسمية في البلاد عقب انتهاء المحادثات الرسمية بين الوفدين التركي والمصري، وبالتالي من هنا تكمن أهميتها. وهو في تصريحه أكد أولا على أن هناك مرحلة جديدة من العلاقات قد بدأت بين تركيا ومصر أولا، وثانيا هو قال إنهم سيواصلون العمل بشكل حثيث على تطوير وتوسيع بين قوسين، وفي هذا إشارة مهمة جدا، المحادثات مع الجانب المصري على المستوى السياسي والدبلوماسي. هذه كانت من أبرز التصريحات أو من أبرز الجمل التي تحدث بها إردوغان، وتشي أولا بأن الجانب التركي يعتبر أن المحادثات التي جرت في القاهرة في اليومين الماضيين كانت ناجحة، ويستند على هذا النجاح بالقول إنه يريد أن يطور ويوسع المحادثات والعلاقات بين الجانبين، استنادا إلى ما تحدث به إردوغان أيضا بالقول إن هناك علاقات تاريخية مشتركة واسعة جدا وكبيرة جدا تربط الشعبين التركي والمصري، وركز على كلمة الشعبين التركي والمصري، وإنهم تربطهم علاقات صداقة وعلاقات أخوية بين الشعبين عفوا التركي والمصري، في يعني علاقات تاريخية بين الطرفين، وبناء على هذه العلاقات واستنادا إليها يريدون المضي قدما في توسيع وتطوير هذه العلاقات بشكل أفضل. هذا هو التعليق الرسمي الأول من إردوغان، وبالتالي نستطيع أن نفهم أن تركيا ترغب في عقد المزيد من اللقاءات في الفترات القادمة وتوسيع هذه اللقاءات ربما على مستوى وزراء خارجية كمرحلة لاحقة كما تحدث وزير الخارجية التركي في وقت سابق، و يعني بمراحل مختلفة من بينها قد يكون بحث موضوع إعادة تعيين سفراء بين البلدين. هذه كانت يعني أبرز ما جاء بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. إليك يا رب.